كل الساده الفريق. كريم، عايزين نطمن من خلالك على مران النادي الاهلي النهارده واللي بيستعد من خلاله للفتره القادمه الهامه جدا واللي بتتمثل في بعض المباريات سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا وانطلاق هذه البطوله بالتحديد وكمان بطوله كاس مصر. الاستعدادات ايه واخر اخبار عندك ايه يا كريم؟ زي ما انت عارف طبعا زميل امير النادي الاهلي قدره الطبيعي مجرد ما هو بيخرج من بطوله التقاط انفاس بيكون في ايام بسيطه جدا 4 ايام يمكن اخذهم فريق النادي الاهلي وعوده من جديد بكل جديه وبكل قوه لاداء تدريبات استعدادا للبطوله الافريقيه اللي اكيد هتبقى هدف كالعاده هدف اساسي الفريق النادي الاهلي خلال المشوار القادم. مرحله مهمه والانطلاقات والبدايات بتكون مهمه جدا زميل امير ومحتاجه تركيز كبير وشغل كبير جدا طبعا. النادي طبعا. الاهلي زي ما اكدنا وقلنا الفتره اللي فاتت قدر ان هو يعمل معسكر بدني على اعلى مستوى قدر ان هو يحسم بيه بطوله الدوري العام والجزء اللي احنا متواجدين فيه او الفتره المتبقيه هي ان شاء الله تكون انطلاقه الدوري الجديد وايضا كمان انطلاقه البطوله الافريقيه. مستمر للنادي الاهلي في تدريباته المسائيه 6 مساء بيحددها الجهاز الفني يمكن 48 ساعه اول يومين اللي فاتوا الساعه 6 مساء هو تدريبا للنادي الاهلي. في عدد بيكون نقص شويه من اللاعبين زميل امير بس الناس بتكتب شويه بعض الاخبار ان النهارده في بعض اللعيبه ما جاتش او ما شاركتش في المران لكن مع العدد الكبير اللي بنشوفه في المستطيل الاخضر على ملعب الكتش بيكون في جزء كبير جدا في الجيم في جزء كويس. بيطلع جزء بيخش توضيح مهم قوي ده توضيح مهم جدا بعض الامور بتكون فيها لغط شويه بالنسبه للصحفيين يعني اللي طبعا بيغطوا للنادي الاهلي لكن بطمنك بشكل عام كل اللعيبه متواجده الثلاثي المنضم حديثا لفريق النادي الاهلي سواء لوجينجا او محمد متولي او مجدي اكش شاركوا امس فيها التدريبات الجماعيه كمان بالتحديد وحاجه طبعا يمكن ظهروا بيها واستقبال كان اعضاء النادي الاهلي الممر كمان اللي اتعمل بالنسبه لعيبه النادي الاهلي هي دي الميزه في النادي الاهلي اللي هو اي لعيب بيكون متواجد بيرتدي قميص النادي الاهلي بينسجم سريعا لان لعيبه كبار متواجده كوكبه في نجوم كبيره جدا عارفه ازاي تقدر تدخل اللعيبه في وسطهم وكمان في قرار احتمال يعني بيتناقش مع الكابتن سيد ومستر مارتن لاسارتي ان يكون في مباراه وديه يا امير خلال ال 48 ساعه بالتحديد القادمه يعني الجهاز الفني بيحاول ان هو يطمئن على المرحله الجديده عايز يشوف المرحله البدنيه وصل فيها النادي الاهلي لايه وكمان الثلاث صفقات اللي متواجدين مع النادي الاهلي ان شاء الله يشاركوا في هذه المباراه للاطمئنان الفني والبدني لكن بخلاف كل هذه الامور زميلي امير الحمد لله يمكن لعبتنا واضح بدنيا ان هم فايقين بشكل كبير للتدريبات لسه التدريب بادئ يعني تدريب الساعه 6 لكن من الواضح النهارده في تدريب بدني عالي يعني شايفين الكسندر النهارده عامل جزء بدني شويه في بعض اكيد تدريبات الكره لكن كل الامور امير الزميلي ماشيه بشكل مطمئن جدا ينقصنا بس الاصابات واللعيبه اللي هترجع من الاصابات واللعيبه اللي قريبا ان شاء الله قدامها شويه بالنسبه للجهاز الطبي طبعا والبرنامج الموضوع لشريف اكرامي وسعد ومحمد محمود ومؤمن وكريم نسبه ان شاء الله يعودوا سريعا لفريق النادي الاهلي والمشاركه خلال الايام القادمه ان شاء الله يعودوا سريعا. لكن يا كريم عايز اسالك بالتحديد على الصفقات الجديده للنادي الاهلي وهل هم جاهزين تماما للمشاركه بشكل كامل في التدريبات الجماعيه ولا محدد ليهم برنامج تاهيلي خاص قبل المشاركه في التدريبات الجماعيه؟ يمكن طبعا السؤال مهم جدا هو الوحيد اللي كان في حرص شويه ان هو يكون في تدريبات خفيفه او تاهيليه بسيطه جدا هو الو جيانج لكن مجدي قفشه ومحمود متولي بعد جاهزيتهم التامه وتاكيد الجهاز الطبي ليهم بدنيا ما فيهمش اي حاجه ما بيشكوش من اي حاجه فنيا كمان باين جدا في التدريب الجماعي امس امير ان هم عندهم حماس شديد وعندهم اصرار شديد كمان قيدهم في القائمه الافريقيه ده اكيد هيزودهم حبل كبير جدا مطالبين ان هم يبذلوا اقصى مجهود عندهم مع النادي الاهلي زي ما بقول لك مع توالي التدريبات النهارده كمان من الواضح ان يكون في تدريبات كوره النهارده في المنتصف الثاني من التدريب النهارده هيكونوا متواجدين لكن جاهزيتهم البدنيه والفنيه واضح امير ان هم جاهزين بشكل كبير ينقصهم التوفيق ان شاء الله ايضا كمان رؤيه الجهاز الفني داخل الملعب ما بيقدرش بيلعب في اكثر من مركز هو متولي ممكن يكون بيشارك في اكثر من مركز لكن نتمنى توظيفهم يكون ان شاء الله في الخيار الصحيح لان لعيبه مميزه لعيبه عندها موهبه كبيره جدا هتساعد كل الكوكبه اللي متواجده من لعيبه كبار من لعيبه شباب وحاجه مميزه امير ان الاعمار السنيه بقت ماشيه بشكل مميز جدا في فريق النادي الاهلي في تعديل في الاعمار او في تطوير في الاعمار في السن الخبره متواجد الشباب متواجد اللعيبه الصغيره كمان جدا في السن متواجده ان شاء الله يكون الموسم جيد ويكون انطلاقه جيده مباراه بصر جنوب السودان ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يقدر يحسم المباراتين ويستعد تدريجيا ويصعد تدريجيا ان شاء الله الى البطوله الافريقيه للادوار النهائيه ان شاء الله. عندنا قائمه كويسه احنا يا كريم وتوليفه حلوه قوي في النادي الاهلي من خلال متابعتك للتدريبات كده صح مطمن يعني؟ طبعا والله يمكن دي حاجه من الحاجات اللي بنحيي عليها مجلس الاداره بصراحه يعني برئاسه الكابتن محمود الخطيب لان العمل كان في صمت امير خلال الايام الماضيه والعمل كان بهدوء احتياجات الفريق بس هي اللي النادي الاهلي قدر ان هو
يجيب اللعيبه اللي النادي الاهلي محتاجها بالفعل. القايمه رائعه، العدد كبير زي ما بقول لك، في لعيبه كمان لسه يعني في بعض اللعيبه هتكون يعني تطلع اعاره هترجع، لكن بغض النظر عن اللعيبه اللي هتكون خارج قائمه النادي الاهلي خلال المرحله القادمه، قائمه مميزه في كل مركز، في اكثر من لعيب، في عندنا عدد من اللعيبه يقدر ان هو يتوظف في اكثر من مركز. زي ما بقول لك الامور كلها ماشيه بشكل مطمئن، ماشيه في شكل الاطار الصحيح والسليم وبكل هدوء، والعمل في سريه يمكن من اكثر الحاجات اللي بتنجح النادي الاهلي سواء على المستوى الاداري ومستوى قطاع كره القدم. ان شاء الله باذن الله متفائلين كلنا، وجمهور النادي الاهلي اكيد عنده تفاؤل كبير هذا الموسم باذن الله. مفيش بطوله تطلع من النادي الاهلي في هذا الموسم ان شاء الله باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله الهامه جدا. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي كان معانا على الهاتف وطمنا بشكل كبير جدا على مران النادي الأهلي اليوم في